اهلا بيكم مره تانية. انضم الينا ضيف بطعم مختلف. طول عمرنا متعودين على فكره الجان الولد الشقي اللي كان بيجسدها بشقاوه بخف الدم ونجاح شديد جدا احمد رمزي، ابتدت دلوقتي من خلال نجوم انا في رايي جامدين جدا ومتنوعين جدا، بس يعني بيجسدوها بشقاوه هذا العصر وبالياته وبطعم هذا العصر. معانا فنان تحبوا تشوفوه، وهو اهم ميزه فيه ايضا انه اهلاوي، فهكلم يعني يكمل النغمه اللي احنا ماشيين فيها. اهلا بالفنان احمد فهمي الاهلاوي حتى النخاع. اهلا بحضرتك يا باشمهندس، وانا يشرفني ان انا اكون معاكم النهارده وفي بيتي اللي هو النادي الاهلي اللي اتولدت واتربيت فيه. يعني دلوقتي عندنا الاعلام والفكر، عندنا الفن والاهلاويه الشديده الاثنين. واعتقد كان نفسي يبقى كريم معاك. كريم بيصور بس يعني، كريم طبعا لو كان شعان تصوير كان هيبقى قبلي موجود هنا. كريم اهلاوي جدا يعني، وكان معانا كمان هشام جمال الشاب العبقري طبعا، صاحب ال 24 سنه اللي بقى ظاهره هنحكي عنها للناس وهو معانا على مداخله. لكن اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس، سعداء بيك. انا اللي سعيد جدا. اول مره اظن تخش قناه الاهلي. بالظبط، كان كلها مداخلات قبل كده، وكنت اتمنى ان اول تواجد ليا في قناه النادي الاهلي يبقى مع حضرتك يعني، بره حتى علاقتنا الشخصيه. ربنا يخليك. لا يعني احنا كاهلاويه كلنا بنقدر كابتن عدلي، باشمهندس عدلي يعني، مهندس الصفقات، واللي فرحنا على مدار سنين كتير جدا وكان سبب في انجازات وبطولات كتير يعني. لعبت كوره في الاهلي؟ لعبت. انت وكريم؟ لعبت انا وكريم. احنا لعبنا كوره في انديه كتير انا وكريم، بس احنا اهلاويه يعني، احنا اتولدنا في النادي الاهلي فعلا، اهالينا يعني من الاول كعضويه عامله وكده في النادي الاهلي. ولعبت انا 3 سنين وانا صغير، لعبت مع كابتن فوزي سكوتي في الاول وكابتن امين عرابي وكابتن خالد جدل، 3 سنين في النادي جيل الاهلي. جيلنا ما حدش كمل قوي منه، كان حسين زازا، وهتفتكر الاسامي الله شويه. الله طبعا كابتن زازا ده كان جيلي، بس الجيل الاكبر مننا هو اللي كمل، كان هاني سعيد وابراهيم سعيد ووليد فوله وامير، وهم دول بقى الجيل اللي كمل، الفرقه الاكبر مننا، لكن جيلنا ما حدش فيه كمل يعني. وكريم نفس الشيء. كريم اصغر مني بسنتين، كريم مواليد 82، ولعب برضو، لعب مع كابتن شطه ولعب مع كابتن خالد جدله برضه. كويره يعني، انتوا بتلعبوا لحد دلوقتي؟ بنلعب، بس بنلعب بقى لعب عواجيز خلاص يعني. يعني كريم هو اللي موظف اكتر مني. بس انا شفتك تعنيف قوي في السداسيات ده، انت ايه ده؟ يعني انت لو موجود دلوقتي كان هيبقى لك ضحايا كتير. انا هتلاقي اكتر لعيب حتى انا بحبه احمد فتحي. انا بحب اللعيبه الستايل ده. انا بحب الستايل ده جدا. يعني انا لعيبي المفضل في النادي الاهلي هو احمد فتحي طبعا. هو لعبنا طبعًا المفضل كلنا المصريين كلهم، الرجوله وال وتيره واحده. لا يعني هو ملوش كيرفات يعني، بس انت ضامنه، انت عنده دايما حتى يعني من 7 ل 9 حافظ على مستواه. من هو حريص، هو حريص انه يحافظ على مستواه. صح، يعني اللاعب المهتم قوي هو اللي بيحافظ على مستواه. الاول كده هنقول لكم حاجه. اتفضل. يعني احنا في الحلقه دي بالذات امبارح كان مضى عام على عودة ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي. كل سنة طيب يا باشمهندس. وأنت طيبين. ويشاء يعني الظروف إني أقدمها لوحدي. يعني كان المفروض يبقى إبراهيم معايا، ولكنه راح يتفسح بقى. راح يتفسح هو وسابك هنا. ما أنا قلت إيه؟ أخويا هايص وأنا طيب. أول حال الإمارات. طبعًا. لكن هيقدم لنا في الآخر كده رؤيته وكواليس من خلال يعني تسجيل عامله. فطبعا يعني اتاحت لي الفرصه ان انا افكر اعمل حلقه مش تقليديه، اجيب ناس ما تعودش الناس يشوفوهم، يكلمونا عن علاقه الفن والادب بالرياضه، يكلمونا عن علاقته بالنادي الاهلي. فنبيل بيه يا ريتك كنت حضرت بدري، ادانا يعني جرعه تاريخيه من منظور ربما يكون مختلف عني بعض الشيء. ممكن معلومات تبقى معظمها انا عارفه، بس قالها بالطريقه اللي تناسب انها توصل للناس. علاقتك بالنادي الاهلي، انت ابتديت اسرتك في النادي الاهلي. ده من يعني من قبل ما انا اتولد هم. طب في اتنين عيله فهمي ولا انت من الثالثه؟ لا لا، في مراد فهمي ده كده، وفي اشرف فهمي المخرج الكبير. مراد فهمي وعمر صاحبي جدا. عمر دلوقتي سكرتير عام الاتحاد الافريقي. وعمر من واحنا صغيرين بقى كان اكتر واحد بيروح معايا الاستاد يعني. كنا حتى بنعمل مسابقات انا وهو
مين فينا يروح ماتشات اكتر؟ اه وعمرو صاحبي من زمان جدا. انت برضو انا بصراحه انا اقول لك الصراحه عشان ما بقاش يعني ايه، ممكن الكلام ده يضايق ناس مني، انا بحب الالتراس جدا وبحب الوايت نايتس جدا بتوع الزمالك، انا بحب اي جمهور منتمي النادي بهذا الشكل. في شويه حاجات ممكن تضايقك، مش شرط بالالتراس، ممكن يبقى جمهور عادي وبيعمل شغب وبيعمل، لكن في الاخر دي ناس بتحب النادي جدا. نقعد مع الترابيزه الجزئيه دي منهم مع فكرهم وابداعهم، وهم يتركوا بعض العنف والحاجات اللي مالهاش لازمه. مش كلهم والله، مش كلهم، مش كلهم طبعا، بس فيهم هي شباب جميل جدا كلهم ازاي بس هي المشكله ان احنا انت عارف لما اتنين ثلاثه يستطيعوا ان يقودوا بلا وعي في لحظه غضب المئات والالاف في اتجاه اصل الالتراس ده طلع قصادنا. يعني احنا كنا الاول بنقعد الرابطه اللي هي ايه ال يو دي، كنا بنقعد في ثانيه، وكان معانا عمرو فهمي وعادل كريم وسميح وكل الناس، وبعد شويه عمرو بدا يقعد ورا الجون وبدات الاي اف سي، وبعد كده ظاهره الالتراس، وكانت حاجه جميله اصلا والدخلات شكلها حلو جدا جدا. وعلى فكره يعني كالتراس او وايت نايتس او الجرين ايجلز المصري او اي حاجه بتدي طعم للماتش. لو في شويه تجاوزات ده ممكن تيجي من جمهور عادي على فكره برضه. لا بس مش عايزينها، لما طبعاً تبقى تجاوزات منظمه بتبقى خطيره. طبعا مش عايزينها، الجمهور العادي بيبقى افراد متناسقه. انا معاك، لكن لما تبقى منظمه بتبقى خطيره جدا. بس انا محتاج ان احنا نتكلم معاهم، وهو خلاص مش محتاج الظاهره دي هتنحصر. انا يعني عندي تعليق. بص، شيء مهم جدا انك تبقى منتمي لناديك، وشيء مهم جدا انك يعني تشجعه بحماس شديد وفائق، لكن الشيء الاهم ان نلتزم بالقانون. طبعا الشيء الاهم، والا يكون هناك عداوات والكود الرياضي جمهور وما بين جمهور وما بين الدوله وهي بتنظم هذه المباريات، لان لازم يبقى في نظام، لان اي حاجه من غير نظام ممكن تنتهي بكوارث سواء مقصوده او غير مقصوده. وبالتالي طول ما الالتراس بيشجع نادي نشيله فوق راسنا من فوق، طول ما بيعملوا دخلات ويعملوا اغاني عشيء ده جميل. لكن وانس انا اسف، وانس كلمه يسب حد، تشتم حد، تهين حد، تسيء لحد، تكسر حاجه، تكسر حاجه، ما ده حد، ما هو بتبدا بالشتيمه وبعد كده تنتهي بالتكسير. صح، فطبعا ده مرفوض. لكن انا الملاحظ هم بدأوا كويس، الدنيا هديت شوية. طبعا هديت لأن ما في جمهور، ما هو مش موجودين. لا حتى دلوقتي لما بيبقى في جمهور، ما هو جمهور، ما أنت الجمهور فين؟ مش مع المنافس، أنت جمهور وطني دلوقتي. أنت بتحضر مباريات يا إما أندية في مباريات دولية أفريقيا أو مع المنتخب القومي. بس برضه يا نبيل بيه، آليات الدخول والخروج بدأوا يعتادوا على النظام ده، بدأوا يقبلوا فكرة التفتيش، بدأوا يقبلوا انهم يمشوا طابور ويخشوا منظمين، يعني في حاجات جديدة. ايوه ده شيء هيلة. محترم واحنا نحترمه ونقدره فيه، يكملوا للآخر عشان كمان نرجع. انا متفائل، انا بس كنت عايز انا جدا. من الحاجات الجميلة جدا اللي هو الأهلي بيسعى إلى عودة الجماهير، ده شيء مهم، لأن عودة الجماهير للمدرجات جزء من إعلان للعالم أجمع أنا مصر مستقر. صح. يعني أنا ما أقدرش أقول للعالم إن أنا مستقر وإن أنا نظام موجود المدرجات خالية في أي مباراة، بالعكس هذه دي أنت عمال تقول سياحة وعايز استثمارات وحاجات زي كده، أنت بتقول كلام متناقض. دي في صورة، في صورة وفي كلام، أنا الصورة أقوى من أي كلام. الجمهور وهو الجمهور ملاحظة غريبة شوية. أه طبعا، والجمهور وهو في الملعب مهم جدا. أنظمه إزاي بقى؟ أخليهم 5000 3000 4000 ده هيحصل. لكن الغريب في المسألة ان عدد كبير من الانديه رافضه ان الجمهور يرجع، وده عامل ازمه اكتر، وده اللي عامل الازمه. انا بس مش عايز اربط، انا بقول ما بقولش نوع مين دول. لا ماشي انا مش عايز اربط فكره انك انت لما ترجع الجمهور بيعكس فكره الاستقرار، لان في جمهور في سوريا وفي جمهور في العراق وفي جمهور لا ليبيا لا انا بتكلم الاستقرار الامني، فكره الامن. ما هو في عدم استقرار اكتر من هو البلد بس الفتره اللي فاتت كانت بتمر ايه، وكان انا بفكر فيها بطريقه تانية بس عشان ننط على الحته دي، بفكر فيها ان الامن شويه بيحافظ على المواطن اكتر مما يتصور، وده يعني مطلوب. هم خشيتهم ان يحصل دماء. انا مش ضد انه يعمل كل اجراءاته، انا كله عايز يعمل اجراءاته ويحدد العدد اللي يخش. هيحصل يعني بيبقى اللي موجود 5000. ال 5000 اولا هيبقى الدخول والخروج سهل، هفتشهم، اقدر افتشهم كلهم. افكار كتيره، ويقول لك جمهور النادي الواحد الضيف بس
بس رتب يعني رتب باي ماتش السوبر أجل. ماتش السوبر 3-2 اللي كان في الامارات كنت موجود هناك انا وكريم وخرجت في وسط جمهور الزمالك والوايت نايتس كانوا موجودين والناس عارفه ان انا اهلاوي والله العظيم ما احنا عايزين كده بقى والله العظيم وماتش الاسماعيلي اللي اخذنا فيه الدوري اللي هو الفاول بتاع ابراهيم وليد سليمان فكان في بعض الجمهور من الاسماعيلي والاهلي جمهور الاسماعيلي نادالي وكان ناس قليله يعني مش كتير فناس من قدام جمهور الاهلي قال لي ايه بلاش احنا بناخد الدوري وبتاع بلاش رحت وقعدت معاهم في المدرج وتصورت وناس محترمه جدا وما حصلش اي حاجه فانا شايف انا متفائل زي باشمهندس عدلي ان اللي جاي البلد بشكل عام كانت بتمر والوعي زاد في السبع سنين بعدم استقرار بينعكس على كل المجالات مش كوره بس هنا وهنا دلوقتي الدنيا بدات تهدى ومتفائلين لكل حاجه للبلد ما تيجي نحتفل